الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه ربع المساعة ما تخرج من ثمرات من أكمامه وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. وطلع عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظن ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقنا رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما قائمة وذي رجيت لربي عند لي الحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا نعمنا على الإنسان أعرض بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم بمن أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربي ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآن لتنذر أم القرى ومن أهلها ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء برحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد ما في شك من مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له وجدتهم داحجة عند ربهم وعلم غضبهم
ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق الميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الذين أورثوا الكتاب من بعد ما بشك منهم مريب. وإن الذين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله بيده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى ومن يقتر فسنة نزد له فيها وسطا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويكون كبلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي قبل توبة عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيد من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغى في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآن لتنذر أم القرى ومن أهلها ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله. ومن آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظل راكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يقهرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم يتسلون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويغنون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولما صبر غفر إن ذلك لمن أزم العمور. ومن يضلل الله وما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردة من سبيل. وترى مرد عليه خاشعين من الظل ينذرون من طرف خفيه. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله ما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإن الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوج ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان والأيمان ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفرا كتب قام مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا جد منهم بطشا مثل الأولين. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وصفكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلة وهو الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين بمضوا الرحمن إناثا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا ما نعلم إنا على آثار مهتدون. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. قال ولو جئتكم بهدى مما وجدتم عليه آبائكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقم
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية بها قبل الله يرجعون بل متعت هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم الحق رسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بين معيشتهم في الحياة ألا ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات وتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن لتنذر أم القرى ومن أهلها ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في السعير ولو شاء الله الدنيا رفعنا بعض فوق بعض درجات لتجد بعض بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن سبيل يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال لا تبين بينك بود المشركين ببئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشركون أفأنت تستسم أو تهدي العمي وما كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدنا فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا من يضحكون وما نري من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذنا بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر لنا ربك بما عيد عيدك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسئلة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قوم فطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا أجمعين فجعلناهم سلفا وبطلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا إلا لك جدلا بل هم قوم قسمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا
لم يكن ملائكة بالآد يقلبون وإنه لعلم للساعة فلا تمتروا النبي واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبينكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله وربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب أليم هل يذرون إلا ساعة بغتة وأنتم لا تشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وأنتم أزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب من ذهب أكواب وفيها ما تشتهيه وغدرة الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في مبلسون وما ظلمنا ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات رب الأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقودوا إلى بعثة إلى قيامهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألت من خلق السماوات ليقولن أن تفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم ملككم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب أنا مؤمنون أنا لهم الذكر قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم متعدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم كما فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي ربكم ما ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي إنكم متبعون واترك البحر رواه إنهم جند مغرقون ألا ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن لتنذر أم القرى ومن أهلها ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كان فيها فاكين كذلك ورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا مزرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين وكان عليا من المسرفين ولقد اخترنا ولا علم للعالمين وآتينا من الآية ما في بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع وهم الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيء ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمؤل يغلي في البطون كقلع الحميم خذوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم زبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين بمقام أمين في جنات وعيون يلبسوا من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم فإنما يسر بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما بطن من دابة الأرض لقوم يوقنون واختلف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء ماء برزق فأحيا بالأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يوقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله آياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات تلقى عليه ثم يصير المستكبر كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراء